من جديد، والآن مع فقرة صحة وغذاء وموضوعنا الأطعمة المفيدة لقلب الإنسان. وتنضم إلينا في الاستوديو أخصائية التغذية نادين عنداري حلبي. صباح الخير نادين. أهلين. صباح الخير سارة. صباح الخير مثل. صباح النور نادين. يمكن أسوأ شيء مرتبط، أسوأ شيء سمعة يعني من الأطعمة مرتبط بالقلب، ودائما يقولوا أنه لازم الواحد يبعد عنه، يمكن هي اللحوم. صحيح سارة، مزبوط هالحكي. إجمالا خلينا نحكي أول شيء كيف ممكن نحن نحافظ على صحة قلبنا لحتى نحقق أهداف جمعية القلب الأمريكية. وإجمالا نحن بنحافظ على صحة قلبنا من خلال تناول نظام غذائي صحي ومتنوع. بيهدف هالنظام لتخفيف الـ LDL كوليسترول أو الكوليسترول السيء، إلى تخفيف الدهون الثلاثية أو triglycerides، وزيادة الـ HDL كوليسترول أو الكوليسترول الجيد. إجمالاً نحن لحتى نوصل لهالأهداف علينا إدخال الرياضة وجعل جزء أساسي من حياتنا اليومية، بنفس الوقت التوقف عن التدخين إذا كان شخص بدخن أو حتى تجنب جميع أنواع التبغ الشيشة وإلى آخره، لحتى نوصل لمرحلة نحافظ على صحة القلب. طيب نادين، نرجع للي حكيته سارة، اللحوم في البيضاء وفي الحمراء. شو لازم نقرب، شو لازم نبعد، الكميات؟ نعم. هلأ بالنسبة للحوم، هون نحن صرنا عم نحكي عن الدهون المشبعة. نحن هدفنا لحتى نحافظ على صحة قلبنا التقليل من الدهون المشبعة. ليه؟ لأنها بتساهم في زيادة الـ LDL كوليسترول، فعلينا تناول مش أكثر من 7% من مجمل السعرات الحرارية اللي عم نتناولها أثناء اليوم من الدهون المشبعة. هالدهون المشبعة أكثر شيء موجودة باللحوم الحمراء. عم نحكي هون نحن عن المرتديلا، الهوت دوغ، النقانق، الهامبرجر، يعني كل شيء مرتبط باللحم الحمراء بشكل عام. الدسم. ولكن ما أنا بس موجودة باللحم الحمراء سارة، بقى ننتبه إنه هي كمان موجودة بالحليب ومشتقاته كاملة الدسم، منلاقيها بالسمنة، بالزبدة، بالقشطة المستحمضة، ولكن أيضا موجودة بجوز الهند، منلاقيها بزيت النخيل. فأنا مش بس علي أنه قلل من اللحم الحمراء، اللحم الحمراء مهمة، ولكن في عناصر أخرى كمان أنا مفروض أتجنبها أو أوجد بدائل لها أوكي؟ لحتى أنا أكون عم خفض من هالدهون المشبعة. إحنا قلنا إذا نحن بحاجة لا مش أكثر من 7% من مجمل السعرات الحرارية من الدهون المشبعة. كيف ترجمها أنا هيدي لجرامات من الدهون؟ تنقول أنا بحاجة ل 2000 سعرة حرارية في اليوم، معناتها أنا بدي مش أكثر من 140 سعرة حرارية من الدهون المشبعة. هذا بيترجم ل 16 جرام من الدهون المشبعة بشكل يومي. طيب إذا أنا عم باخد مثلا كوب واحد فقط من الحليب كامل الدسم، الكوب دايما بنذكر أنه هو عم بيعطيني 240 ملي، هيدا عم يعطيني 8 جرامات من الدهون المشبعة، يعني أوريدي عطاني نص احتياجاتي للدهون المشبعة أثناء اليوم الواحد. إذا أخذنا 30 جرام من اللحمة واللي هو مكعب صغير من اللحمة، هي لحاله فيه 5 جرامات من الدهون المشبعة. فإذا أنا أخذت يعني ستيك كبير أوريدي خلصت كل احتياجاتي للدهون المشبعة أثناء اليوم الواحد. ملعقة صغيرة من الزبدة فيها 6 جرامات من الدهون المشبعة. حوالي 2 أونص أو 60 جرام من الهوت دوغ في 15 جرام، يعني أنا أخذت قطعة كبيرة من الهوت دوغ أوريدي خلصت احتياجاتي للدهون المشبعة. فهي بالفعل الدهون المشبعة نحن بحاجة لها بكميات جدا بسيطة، مثل ما هلا ذكرنا شو هي وين موجودة بدي حاول أنا أتجنبها ونستبدلها بأنواع أخرى جيدة من الدهون. يعني مثلا اللي يحب اللحمة الحمراء كيف مثلا في يستبدلها بشيء أكثر صحية؟ هلا بيستبدلها مثلا بالدجاج، بصدر الدجاج من دون الجلد، بنستبدلها بالسمك واللي هو غني كتير بالأوميغا 3. هلا بنحكي عن أهمية ادخال دهون الاوميجا 3 لحتى نحافظ على صحه قلبنا. طيب نادين، لو حكينا كمان على شيء جانبي اللي هو المكسرات. ايه هلا المكسرات كمان مهمه. المكسرات عم بتمدنا بانواع مثلا من المعادن مثل المغنيسيوم. المغنيسيوم هو من المعادن اللي مهمه جدا لوظائف عضله القلب، بنفس الوقت هي بحافظ هالمعدن على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي. فالمكسرات مثلا مثل اللوز، الكاجو مهمين، سنوبر كمان في نسبه جيده من المغنيسيوم. هلا المغنيسيوم مش بس موجود بالمكسرات، بنلاقيه كمان مثلا بالبقول على جميع انواعها، بنلاقيه بالحبوب كامله النخاله مثل الفريكه، البرغل، ايضا موجود في الكنوة، بنلاقيه بالورقيات الخضراء،
فهو موجود في العديد من المأكولات، ولكن المكسرات أيضا مهمة لأن تحتوي على المغنيسيوم. هلأ ما زالك ذكرت المغنيسيوم، في عدة أنواع من الفيتامينات والمعادن اللي مفروض أنا ركز عليها لحتى تدعم صحة قلبي. منكفي عن المعادن، مثلا البوتاسيوم هو من المعادن المهمة لأنها بتحافظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي، ومنلاقي البوتاسيوم بالعديد من الخضار والفواكه، فمنشوفه مثلا بالموز، بالبطاطا، بالمشمش، منلاقيه مثلا بعصير الخوخ، بصلصة الطماطم، أيضا موجود بالحليب أو في البيض. علينا أيضا إدخال أنواع معينة من الفيتامينات، أوكي، واللي هي مثلا مثل الفوليك أسيد أو فوليت، لأنه بيساهم في تقليل مادة تعرف بهوموسيستين، وهالمادة هذه مع الوقت بتؤدي لإنسداد في الشريان التاجي، وأيضا بتزيد من تخثر الدم. فهل فيتامين هذا مهم أنا أتناوله؟ ومنلاقيه مثلا بالعديد من المأكولات، ايضا منلاقيه مثلا بالبرتقال، موجود بمعظم انواع النشويات، يعني عم نحكي عن الحبوب، الخبز والارز، موجود بالبروكلي، بالسبانخ، بالهليون، وايضا في الكبد. طب بس ندين سؤال كده سريعا، هل في فرق بين الغذاء اللي لازم تاكله المراه لصحه قلبها عن الرجل الغذاء اللي لازم ياكله؟ لا، اجمالا ما في فرق. الفيتامينات والمعادن اللي انا مفروض ركز عليها ان كان للمراه مفروض يركز عليها كمان الرجل. بحب نوه هون كمان مفروض ندخل الفيتامين بي 12 لان له وظائف قريبه للفوليك اسيد، فهو ايضا بقلل من الهوموسيستين، وهي بنلاقيه كمان ايضا بالبروتينات اكثر شيء، فبنركز على ادخاله من الدجاج او السمك أو الحليب أو البيض. دائما نحكي الحليب، يعني عم نحكي حليب قليل أو خالي من الدسم. والفيتامين دي كمان أساسي لأنه بيقلل من الإنفلاميشن أو الالتهابات في الجسم، وهذا بحد ذاته مهم جدا لصحة قلبنا. ومنلاقيه بالأسماك المدهنة مثل السالمون، ماكريل، الكود، موجود كمان بالأطعمة المدعمة بالفيتامين دي مثل الحليب، البيض، والتوف. نعم. نادين، بدي رجعك شوي لوراء، حكيت عن الكوليسترول الجيد. نعم. شو هي الأطعمة اللي فيها كوليسترول جيد؟ لو بدنا نسميه هيك 1 2 3 4. لا، احنا عم نحكي عن الكوليسترول في الدم. انا بس قلت انه احنا بدنا نساهم في زياده ال HDL كوليسترول، احنا عم نساهم في زياده ال HDL كوليسترول الموجود في الدم. الكوليسترول الموجود في الاطعمه، الدراسات اثبتت انه بعض الانواع منها قد يساهم في زياده الكوليسترول في الدم. اوكي، كان بالاول في اعتقاد خاطئ انه الكوليسترول موجود في البيض بيعلي الكوليسترول الموجود في الدم، ولكن هلا تبين انه هالنوع من الكوليسترول منه هالقد سيء. ولكن مثلا الكوليسترول موجود في المأكولات البحرية، مفروض انا قلل منها في حال كان عندي ارتفاع في الكوليسترول. بس نحن هون كنا عم ننوه انه مفروض نحن نزود ال HDL كوليسترول او الكوليسترول الجيد الموجود في الدم، لان هيدا بحافظ على صحة قلبنا. أيوه. بيحمي من انسداد الشرايين. طيب خلينا بس كمان، بما انه احنا كمان بنتكلم تحديدا على الدهون، عندنا جرافيكس مجهزينه كنا عن الأطعمة اللي هي تكون اعتقد مصادر للدهون المشبعة، المشبعة، نعم، او اعتقد نعم هون عم نحكي عن اللحمة الحمراء، وعم نحكي عن كمية الدهون المشبعة اللي موجودة باللحمة الحمراء، واللي هي 5 جرامات لكل 30 جرام. هذه الزبدة، هون الزبدة، كنا عم نقول انه ملعقة صغيرة من الزبدة بتعطيني 6 جرامات من الدهون المشبعة. بس إذا فينا كمان هنا، إذا ممكن نرجع نعيد الجرافيكس، لأنه كنا عندنا الكوب من الحليب ما حكينا عليه عنه. ايوه، فكنا بنقول انه 1 كوب فيه 8 جرام من الدهون، صحيح، من المشبعة. المشبعة يعني عم بيعطيني تقريبا نص احتياجاتي للدهون المشبعة اثناء اليوم الواحد. ايوه، وعندنا 30 جرام من اللحمة الحمراء، وهي حوالي 5 جرامات، يعني ستيك هي نادين او نص ستيك؟ لا 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 لا، 30 جرام، يعني عم تحكي 30 جرام ولا حاجه، قد علبه الكبريتة. ايوه، يعني شوف قديش اجمالا اللحمه الحمراء بتحتوي على نسبه عاليه من الدهون المشبعة. واضح انك الحمد لله ما عمرك لا طبخت ولا عمرك لا 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 عملت، ولا رح اطبخ، ولا عمرك عملت رجيم كمان، ولا رح اطبخ. طيب وعندنا كمان، ايوه تكلمنا كمان، كنا انه الزبده فيها 6 جرام من الدهون المشبعه. نعم، صحيح. نادين، شكرا جزيلا، فعلا معلومات قيمه، بنرجع نشوفك ان شاء الله بحلقات مقبله. شكرا جزيلا. شكرا.